السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الأول من كلية التقنية، السمستر الأول كلية التقنية، بإشرافي مادة الفيزيكس في المحاضرة 12 إن شاء الله نكمل فيها التفاعلات النووية اللي هي نيوكلير رياكشنز إن شاء الله. عندنا نوعين من التفاعلات النووية. النوع الأول اللي هو نيوكلير فاشن رياكشن اللي هي الانشطار النووي، ونيوكلير فيوجن رياكشنز اللي هي الانصهار أو الاندماج النووي. يبقى يا إما تفاعلات انشطارية يا تفاعلات اندماجية. النوع الأول الانشطاري بيتم بقذف نواة العنصر بقذيفة ما، زي نواة الهيليوم ألفا اسمها ألفا، أو نواة أو البروتون أو النيوترون أو الأنوية الصغيرة، حتى الإلكترون السالب أو البوزيترون الموجب. كل هذه تمتصها النواة وترتفع درجة حرارتها بصورة كبيرة جدا، ثم تفقد هذه الطاقة إما عن طريق أشعة جاما أو تفقدها عن طريق خروج بعض الجسيمات خروج بعض الجسيمات النووية مثل زي ما قلنا مثل ألفا أو بروتون أو نيوترون أو حتى أشعة جاما. من هذه التفاعلات قذف نواة النيتروجين 714 بألفا اللي هو اتش هيليوم اتش اي 24، سما نواة ألفا نواة الهيليوم تندمج مع بعضها في الأول وتديني نواة غير مستقرة اللي بين قوسين، هذه نواة الفلور 9 18. بجمع عدد البروتونات اللي أسفل 2 و7 يبقوا 9، 4 و14 18، لكنها نواة غير مستقرة سرعان ما تحول إلى نظير الأكسجين 8 17 ويطلع بروتون، فتستقر النواة ويتحول. لاحظوا أن النيتروجين تحول لأكسجين. من هذه التفاعلات ميزة غير عادية أن ممكن أحول من عنصر إلى آخر، غير التفاعلات الكيميائية الأخرى. في التفاعلات الكيميائية ما كانش فيه الكلام ده، كان عدد الذرات الداخلة هي عدد الذرات الخارجة، عنصر نفسه دخل وهو خرج. لكن هنا لا، التفاعل النووي يدخل عنصر يخرج عنصر مختلف تماما. قذيفة مثلا زي ألفا تخرج بروتون، وهكذا. عند قذف نواة أيضا البريليوم بجسيمات ألفا اتش اي 24 تكون كربون غير مستقر 6 13، ثم تحول كربون مستقر 6 12 ويخرج نيوترون. الحظ دايما ان عدد رقم الكتلة بعد التفاعل هو نفسه قبل التفاعل، وعدد الذرة قبل التفاعل هو نفسه بعد التفاعل. وهذه الميزة اللي موجودة عندنا في التفاعلات النووية، ان احنا بنتعامل بأعداد بروتونات وأعداد أرقام الكتلة يكون ثابتة سواء كان قبل التفاعل وبعد التفاعل. ولهذا عند قذف نواة النيتروجين 714 عند قذف نواة النيتروجين 714 بنيوترون فإنها تتحول إلى نيتروجين 715، ثم تحول إلى كربون 614 يخرج بروتون. النوع الثاني من التفاعلات النووية هو الاندماج النووي، وهو دمج أنوية خفيفة تحت الضغط الهائل ودرجة حرارة عالية لتكوين عناصر أثقل، وينتج نقص في الكتلة تحول إلى طاقة، تعرف هذه الطاقة بطاقة الاندماج النووي، وده يسمى الوقود الشمسي Solar Energy أو الطاقة الشمسية الناتجة من اندماج أنوية البروتون أو ذرة الهيدروجين يتحول إلى هيليوم. وأن الشمس عندنا تقريبا يوميا تستهلك 55 مليون طن من الهيدروجين تحولها إلى هيليوم، ويحدث نقص في الكتلة يتحول إلى طاقة. هذه الطاقة بيجينا 1 على مليون منها بتكفي الأرض كلها. من هذه الاندماجات H11 H11 دينا هيليوم
اتش 2 2 نظريه غير مستقره تحول الى ديوتيريوم وبوزيترون. الديوتيريوم يندمج مع التريتيوم يكون اتش اي 2 5 تحول الى الفا اللي هو الهيليوم 2 4 ويخرج نيترون. لما نجمع هذه التفاعلات هي تفاعلات الاربعه اللي موجوده عندنا 4 اتش يدينا 2 هيليوم زائد 2 بوزيترون. ما زلنا مع النيوكلير فيشن بروسيسز. منها من هذه التفاعلات نوعان كما قلت، اللي هو التفاعل الاندماجي والتفاعل الانشطاري. الانشطاري بنستخدمه من تطبيقاته في القنبلة النووية، واستخدمه في النيوكلير اكتور اللي هي المفاعلات النووية، وهذا نموذج للقنبلة النووية وللمفاعل النووي. والتفاعل الذي يتم فيه يسمى بالتفاعل المتسلسل، حيث يتم قذف نواة اليورانيوم 235 بنيوترون بطيء ينشطر إلى باريوم وكريبتون وثلاثة نيترون، والثلاثة نيترون يبدأ تهدئتهم تهدئة على الأقل 2 نيترون، ويبدأ في قذف اليورانيوم 235 تاني، وواحد منهم بصطدم 38 يحول إلى بلوتونيوم، فيما يعرف بالتفاعل المتسلسل. القنبلة النووية لابد أن يكون حجم اليورانيوم أقل من حجم الحرج، ويتم دمج كتلتين أقل من حجم الحرج بحيث تصبح كتلتها أكبر من حجم الحرج، ويبدأ الانشطار النووي. يتم ذلك أيضا عبر أعمدة من اليورانيوم في الطبيعي في المفاعلات النووية، وأعمدة التحكم من الكادميوم لامتصاص النيوترونات، ودورة تبريد كاملة، ويتم تسخين طبعا ترفع درجة الحرارة وتبدأ تتحول إلى بخار، وهذا البخار يستخدموه في توليد الطاقة الكهربية، وهي طاقة رخيصة جدا وهائلة جدا، لكن من عيوبها طبعا التكلفة، من عيوبها عايزة تقنية عالية، عايزة كوادر علمية عالية، لكن ميزتها هي رخيصة ويمكن أن توفر طاقة كهربية بصورة غير عادية، ويستخدم لتحلية مياه البحر بصورة كبيرة جدا خاصة في الغرب الأمريكي. بهذا نكون تمينا المنهج على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.